ينضم إلينا من القدس المحتلة شادي الشرفة الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد شادي، ما الذي حدث؟ يعني يدعوك، احنا نتحدث انه الولايات المتحدة لها عدة مطالب، هي في الأصل مطالب إنسانية، وأنها لوحت بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل حال عدم تنفيذ هذه المطالب. نعم، تحياتي لك ولجميع المشاهدين. واضح جدا، يعني منذ بداية الحرب منذ أكثر من عام، في هناك العديد من الخلافات والأجواء المشحونة بين إدارة بايدن وبين الحكومة الإسرائيلية، ولكن هذه الأجواء المشحونة لا تعني أن هناك خلافات حقيقية حول الاستراتيجيات في المنطقة وحول إضعاف محور المقاومة. في هناك توافق تام أمريكي إسرائيلي حول إضعاف محور المقاومة من أجل أن تكون أو تتسيد إسرائيل في المنطقة. الخلافات حول المعونات وتقديم المساعدات لقطاع غزة نشأت منذ الشهر الأول للحرب، وكان في هناك ضغوطات أمريكية بعد السخط الدولي حول الكارثة الإنسانية، وهي تعتبر واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. في هناك ضغوطات أمريكية على إسرائيل من أجل إدخال المساعدات، وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل حول منحها أو إعاقة إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة، لكن هذا لا يغير كثيرا من المعادلة القائمة في الحرب التي تتجه نحو أو لكي تكون حرب إقليمية شاملة. بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تسعى، لا تسعى لمنع التصعيد بشكل عام، إنما هي لا تريد أن يكون التصعيد إلا من طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، لذلك تقدم كل المعونات الممكنة المادية والعسكرية والقانونية والمظلة الحماية القانونية لإسرائيل في المحافل الدولية. ولكن شيئا فشيئا يتضح للجميع مدى ارتباط إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى الذخائر والقنابل التي تحتاجها لهذا الحرب كلها مرتبطة بالمعاناة الأمريكية، الأموال اللازمة لإدارة هذه الحرب كلها تعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية. والآن بعد إحضار منظومة ثاد للدفاع الجوي، هذا دليل آخر على مدى ارتباط إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تقدم نفسها باعتبارها الدولة الأكثر تطورا في العالم من حيث المنظومة الدفاعية، الآن تحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تركب منظومات دفاعية تساندها لصد الضربة الإيرانية، وهذا دليل أن هذه الدولة تعمل ككلب حراسة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع التخلي عن إسرائيل مهما حصل الأمر، حتى لو إسرائيل انتهكت القانون الدولي وارتكبت أبشع المجازر والإبادة الجماعية، أمريكا لديها قرار واضح وحاسم أن حليفها الاستراتيجي في المنطقة هي إسرائيل. ولكن أيضا في هناك خلافات حول يعني قضايا استراتيجية في المنطقة، بمعنى يعني الآن الدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وأهم مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية الغير مؤدلجة، أنا أتحدث الثينك تانكس، ما يسمى الثينك تانكس في الولايات المتحدة الأمريكية، تخشى أن تتورط في حرب إقليمية في الشرق الأوسط، تخشى أن تتورط الولايات المتحدة في حرب إقليمية في الشرق الأوسط، لأن هذا سوف يخسرها الملف الأهم والأكبر وهو ملف الصين. ليست أوكرانيا هي ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة لأوكرانيا في هناك تحالف دولي كبير جدا يدعم محاربة روسيا. في المقابل الخطر الاستراتيجي الأكبر بالنسبة للثينك تانكس دوائر صنع القرار هي الصين. في حال تورط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هذا سوف يضعف إمكانية مواجهة الصين التي تقترب لكي تكون الدولة العظمى الأكثر قوة خلال العقدين القادمين. لكن بنفس الوقت إسرائيل تريد، وهذه لعبة الكبار التي تريد أن تقوم بها إسرائيل، تريد أن تكون دولة عظمى بمعنى أن تحيد إيران، تريد أن تثبت للولايات المتحدة الأمريكية أنها قادرة على تحييد إيران وبناء حلف لما يسمى دول الاعتدال، بمعنى إسرائيل تعيد تموضع نفسها في المنطقة ولكن بسياسة ليس الحرب الإقليمية الشاملة، إنما السياسة الآن هي الحرب الإقليمية بالتوالي، بمعنى تحييد طرف طرف وصولا إلى إيران، تحييد الطرف المقاومة في غزة ثم تحييد الطرف الأهم وهو حزب الله وصولا إلى إيران، طبعا هذا سوف يمر بالعراق وسوريا واليمن، بمعنى في هناك استراتيجية الحرب الإقليمية بالتوالي، هذا ما تقوم به الآن إسرائيل على ما يبدو. طيب، يعني في حال بالفعل لم تستجيب إسرائيل، هل فعلا الولايات المتحدة صادقة في هذه المطالب وهذه التهديدات؟ لا
لا أحد يثق بالولايات المتحدة الأمريكية. سبق أن اختلفت كثيرا مع الإدارة، مع الحكومة الإسرائيلية. ما يجري الآن هو كالتالي: الحكومات الإسرائيلية على التوالي لا تستطيع أن تخرج عن الإرادة الأمريكية بشكل عام، ولكن ما يجري الآن أن في هناك حدود للمناورة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وعلى ما يبدو إدارة بايدن غير قادرة على ضبط هذه الحكومة. وهذا يعني حصل في العديد من القضايا، سواء كان بالضرب، في طبيعة الضرب والأهداف العسكرية في لبنان. ما يجري هو أن إسرائيل تحاول أن تناور في المساحة التي تستطيع بها أن تناور، وهي تناكف إلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا تريد أن تفعل كل أدوات الضغط على إسرائيل، على اعتبار أنها لا تريد أن تخسر قاعدة شعبية مهمة. لا ننسى أن الديمقراطيين يعتمدون بشكل كبير على أصوات لوبي صهيوني مهم جدا. حتى الآن لا يوجد تغيير جوهري في الأصوات اليهودية في الانتخابات فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي. تاريخيا الديمقراطيين يحظون بدعم اللوبي الصهيوني حتى بعد قدوم ترامب وكل ما قدمه ترامب. هذه مسألة محسومة في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع حقيقة الأمر أن تتخلى عن إسرائيل. فبالتالي هذه المناكفات لا تعني نهائيا أن إسرائيل تتخلى عن الولايات المتحدة الأمريكية. وإضافة إلى ذلك، أنا أعتقد أنه في هناك توافق أمريكي إسرائيلي حول إضعاف محور المقاومة. يعني لم نجد أي اعتراض أمريكي حول قرار الإسرائيلي في أن فيما يسمى بحرية العمل حتى بعد التوصل إلى اتفاق. الآن أهم شخصيات إسرائيلية تقول أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق في لبنان أو فيما يتعلق في غزة، فعلى الجيش الإسرائيلي أن يتمتع بحرية العمل. بالعبري بيقولوا خفش علا، اي قرار اسرائيل بحريه العمل هو قرار بحرب مستدامه، حرب طويله الامد قد تستغرق سنوات، لان المقاومه بالتاكيد لن تستسلم. هذه المساله لم نجد اي معارضه امريكيه ضدها. حتى الان الاداره الامريكيه تعتقد انه من الممكن ان يتم تحييد هذه القوى التي تعتبرها الولايات المتحده الامريكيه اذرع لايران في المنطقه. فبالتالي في هناك قواسم مشتركه وتوافق حول الأهداف الاستراتيجية، ولكن حتى الآن في هناك إدراك عميق لدى المنظومة الإسرائيلية والجهات الوازنة أن إسرائيل لا تستطيع لوحدها أن تواجه إيران. إيران دولة كبرى وعظمى في المنطقة ودولة إقليمية، ولا تستطيع القدرات العسكرية الإسرائيلية مثلا تحييد برنامجها النووي. لذلك الآن ما تم تسريبه وتم حذفه عن تويتر من أحد المحللين العسكريين الإسرائيليين، يقول أن إسرائيل تعد ضربتين لإيران، الضربة الأولى ثم الضربة المضادة الإيرانية ثم ضربة مباشرة بعد الضربة الأولى. وهذا يعني واحدة من السياسات الإسرائيلية التي تشكل حرب على الوعي، تريد أن تحدث صدمة. أنا أعتقد أن الضربة الإسرائيلية المرتقبة سوف تكون ضربة استراتيجية، تريد أن تحدث صدمة ليس في القدرات العسكرية الإيرانية فقط، إنما تريد أن تحدث صدمة في الوعي الجمعي للمنطقة ككل، تماما مثل محاولتها إحداث هذه الصدمة عند اغتيال قيادة حزب الله، وتحديدا اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله. هذه الصدمة ما زالت إسرائيل تريد إحداثها مرة أخرى في العالم لتخلق وعي جديد في المنطقة. ولكن مع ذلك الكثير من الأصوات المنتشية في إسرائيل بدأت تخبو قليلا، بمعنى الأهداف الكبرى الاستراتيجية التي وضعها نتنياهو والحديث عن تغيير الشرق الأوسط والرسالة التي وجهها إلى الشعب الإيراني والإيحاء بأنه يريد تغيير النظام الإيراني، أنا أعتقد أن في دوائر عديدة إسرائيلية ومن ضمنها عسكرية ومراكز أبحاث استراتيجية في إسرائيل بدأت تعتقد أن هذه الأهداف أكبر بكثير من قدرة إسرائيل على تنفيذها. فبالتالي في هناك نوعا ما من التراجع. أنا أعتقد هذا التراجع سوف يكون مؤقتا ويعتمد على طبيعة الضربة الإسرائيلية المرتقبة على إيران ومدى نجاح هذه الضربة. كل المؤشرات تقول حتى الآن، طبعا لا نستبعد أن يتم ضرب منشآت نووية دون القدرة على تحييد هذه المنشآت النووية، لكن كل التقديرات تشير أن إسرائيل سوف تتوجه نحو ضرب منشآت عسكرية وربما مراكز أبحاث نووية وربما منظومة الصواريخ الإيرانية وتصنيع الطائرات بدون طيار وغيرها. في هناك بنك أهداف كبير لإسرائيل. الآن طبيعة هذه الضربة وما صدى هذه الضربة هو الذي سوف يحدد أسلوب الرد في المنطقة. والآن
في هناك نقاشات مهمة جدا أنا أعتقد تجري في إيران حول الضرب الاستباقي. الإعلام لم ينتبه أنه في هناك دوائر إيرانية الآن تفكر في الضرب الاستباقي، وأنا أعتقد هذا هدف مشروع. في حالة إيران اتخذت قرار في الضرب الاستباقي، أنا أعتقد هذا سوف يغير موازين القوى، وسوف يظهر إيران باعتبار أنها دولة إقليمية لا يستهان بها، وأنها تستطيع أن تواجه إسرائيل، وأنها تستطيع أن تتخذ قرارات جريئة.